جود. عن جد انت هون هلا؟ انا ماني عم اتخيل معك. حسيتي مو معناها أنا حقيقة؟ كيف لقيتني هون؟ بدور عليكي بطريقتي وبلاقيكي، المهم إنك جنبي، مزبوط؟ أنت لازم تكون جنب ابنك. أنا جيت لهون وهربت، قلت إذا بقيت بعيدة يمكن رح يكون أسهل عليك وأسهل علي أنا كمان، بس البيبي مانو ابني أنا. أسيل كذبت علي. يلا انتي نامي شوي. جود كان هون؟ جود مين يا؟ بتكوني عم تحلمي؟ لا ماني عم أحلم. إجا ولمسني من وشي وباسني. جود ما بيعرف هالبيت وما بظن إنه عم يدور عليكي. أنت عم ترشفي، انت سخناني جيهان. خليني اجيب لك شي لتاكلي. لا ماني جوعانة، ما رح اكل شي ابدا، انا رح نام شوي. من بعد كل شي عمله عم جهز له فطور، البنت عمي عيونها من البكاء من ورا حضرته، ومع كل هادي عفتون خانهم اعتنيتي فيه وما خليتيه لحاله. لو شفتي حالته مبارح كنت شفقتي عليه انت كمان. لا تدافعي عنه فتون خانهم، انا ما فيني اشفق عليه بالمرة، بنتي بسببه تدمرت نفسيتها. لا تقلقي، الصبح حكيت مع عروة وقال لي انها منيحة، اخر الاسبوع رح الحقهم واقعد معهم كم يوم. هن لساتهم بالجبل ما هيك؟ يلا تعال فطور جاهز. بعتذر لأني ضايقتك وبوعدك ما رح تتكرر، أنا رايح. جود تركيه يروح ويحل عنا. وين تركتني جود؟ وينك أنت؟ من شوية طلعت من المستشفى، معقول تتركني وأنا بهاي الحالة؟ الدكتور قال لك كل شيء طبيعي وما في شيء بيخوف. بس انا تعبانه، بلكي صار لي شيء فجاه، ما عم بقدر اتصل فيك وانا ما بعرف حدا يساعدني هون. وانت لسه راكد ورا جيهان، رح تقدر تسامح حالك اذا صار له شيء لابنك؟ اسيل لا تزيديها. انت هلا عندها ما هيك؟ طبعا بحب ذكرك انه هذا الولد انت ابوه. اسيل بكفي، اسكتي، لا تحكي معي بهي الطريقه. الو، البيت بأي جبل؟
جيهان. جيهان لازم تاكلي. مالي نفس. انت ما فيك تضلي بلا اكل فترة طويلة. عروة بترجاك لا تضغط علي، اتركني لحالي شوي. الطيارة عم تحوم، بدها اذن للهبوط. يا بتاكلي شي او باخدك هلا على بيتي وبتقضي كل حياتك معي. وقف السيارة. اصبح يا بتاكلي شي يا بتبوسيني. قلت لك وقف السيارة. لكان يا بتاكلي شي او بنيمك على ايدي. عملها خلص وقف السيارة. يا اما بتاكلي شي او بتموتي معي. وعملت لك البطاطا اللي بتحبيها. بدي أكل، اتركني. لوين رايحة؟ بدي روح أتمشى. أنا جاية معك. ما بدي حدا. جيهان ارجعي. ليش قفلته؟ لا تزعلي مني جيهان، ما فيني أشوفك عم تأذي حالك كرماله. عروة، 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 لا تقفل الباب. عروة أنا بدي أطلع أتمشى وبس. وقت بدي أزي حالي حتى لو حبستني بأيدي. عم تخرفي جيهان. لا واقفي. غلطت لأني أجيت معك. وين بيت الجبل تبع عروة؟ ما بعرفه. عيدة قولي الحقيقة، معقول ما بتعرفي وينه؟ أنا ماني كذابة مثلك، شو بدك ببيت الجبل؟ جيهان هنيك. أنت وهديك المرة رح يصير عندكم ولد. بعد عن جيهان وبيكفي اللي عملته فيها. ما فيني. أعطيها شوية وقت. عم أحكي هيك كرمالكم. أنا ما عندي وقت عيدة. إذا كل الدنيا بتوقف بوشي رح ضل دور حتى لاقيها. إذا بتكون تحت سابع أرض رح لاقيها وما رح أتخلى عنها. لك معقول ما في حدا عم يفهمني؟ ما فينا نروح عالسوق حتى نبيعون. والله خالي كتير بيزعل. لا ما رح بيعون، عملتن هدية لفتون خانم، بغيابك ساعدتني ولازم اشكرها، عملتن كرمالها. لكن استنيني. نور ما بصير تاخدها، خالك بيعصب وبيزعل منك. بس امي الولاد فكروا اني عم كذب عليهم وما عم يصدقوا اني بزور خالي فيتون وعم عروة. ها ليه ما عم يصدقوا؟ مبارح بالحارة كنت عم العب طابة مع الولاد وشفت صورة عم عروة على جريدة بالأرض. قلت لهم هو بالحقيقة أحلى بكتير، ما صدقوني أبدا وقالوا عم كذب وما صدقوا انه بيعرفني. أنا ابني نور ما بكذب بنوب. وأنا رح أثبت لهم اني ما بكذب أبدا ورح صور لهم ياهم بالكاميرا. عن جد فكرة حلوة، بس انتبه لا تخربها ماشي؟ يلا خلينا نمشي. حبيبي
ألو، أنا فتون، موافقة عشروطك. وشو ما كانت النتيجة ما عاد فيني اتحمل الشك اللي جواتي، لهيك لازم ننهي هالقصة. ماشي يا خانم، أنا رح أحكي مع حارس المقبرة وخليه يفتحه اليوم أو بكرة، وشو ما بيصير معنا من خبرك فورا. مستحيل، أنا لازم أكون معكم. فتون خانم، ما في داعي تعذبي حالك وتجي معنا، منفتح القبر ومنخبرك. لا، عم قلك بدي روح معكم، سمعتني منيح؟ طيب معناتها استني مني خبر، رح حاول نفتحه الليلة. مين هدول؟ اخت للشوفير وابنها. أمينة ابنك بس يكبر رح يطلع صحفي. نور طفية ولا تضايق فتون خانم. لا ماني متضايقة منه أمينة، تركي عم يصور. رفقاتي بس يشوفوا هذا الفيديو رح يندموا كتير لأنهم قالوا عني كذاب. هدول رفقاته بالحارة ما صدقوا أنه بيعرفك وبيعرف عروة، بس أنا أمي ما بيكذب أبدا لهيك جاب الكاميرا. تفضلوا. وهي البركة الطيبين. أوه وأخيرا تفضلوا. ما عاد فيني أتحمل، بدي دوق لشوف فطاير مين أطيب. شطورة. أمينة كتير طيبين، يسلموا إيديكي، بحياتي ما دقت مثلهم. برافو عليك، كتير طيبين. على هالحالة رح تخليني اسمن. عم طالعني حلوة؟ شوفي إذا طلعتني سمينة رح ترجع تصورني مرة تانية. بياخدوا العقل. أنا بدي شوف. وأنا كمان بدي شوف، استنوني. هات موبايلي. بعتذر منكم بس مضطرة رد. ألو فتون خانم، دبرنا كل شيء والليلة رح نفتح القبر. شكرا لك. حضرتك مصرة تجي معنا على القبر؟ ايه مصرة، لازم شوف بعيوني. يا ولاد طلع عندي مشوار ضروري. نور لا تزعل وتفكر ما بدي شوف الفيلم، أنا كمان بدي شوفه. بتجوا مرة تانية وبنشوفه مع بعض. ايه نجي. باي. الله معك. شو جابك لهون؟ من خبرك بمكاننا؟ سألت أمك وهي قالت لي وين مكانكم. أكيد هالمجنون بيكون لحقك. نشغل بالي على جيهان وإجيت لحتى أشوفه. ما في داعي، لأن بس تشوفك رح تتذكر جود. عروة أنا هلأ واقفة بصفكم، لازم تفهم هالشي. عايدة، جيهان، منيح إنك جيتي. عايدة استني بس شوي، رح ضب أغراضي بدي روح من هون. جيهان لو سمحتي، إذا بتحبي أنا بمشي وبخليكن لحالكن. عروة بدي أطلع من هالبيت. لوين بدك تروحي؟ طبعا على بيتنا. قلتي لي على بيتنا؟ وبعدين بتروحي لعند جود او هو بيجي لعندك؟ رح يكذب عليكي ورح يلاقي مبررات. ليكي جيهان، في شي لازم تعرفيه منيح. جود مرتاح بحياته كتير من دونك، حتى ممكن يكون هو واسيل عم يشتروا تياب للبيبي اللي جاي، وعم يخططوا كيف رح يزبطوا له غرفته. ليش بدكن تفرقوا بيناتنا؟ انتوا الاثنين حاجة تكذبوا وبتخترعوا قصص. عروة وقف. جيهان حبيبتي حاج تبكي، جود ما بيستاهل كل هالدموع صدقيني.
خليكي هون كم يوم قبل ما تطلعي جود من قلبك وعقلك. اصحي تفكري بالرجعة على البيت. خالي عنا. اهلا وسهلا اخي، اهلا وسهلا. أمينة، ما قلتوا لي بدكم تدهنوا البيت؟ نور، يلا لشوف، فوت على الحمام. بس أمي خالي. أنا عم أقول على الحمام. حاضر أمي. شو صاير؟ ليش متضايق؟ أي يا ترى جيهان عرفت بالولد؟ أنا قلت لك رح تعرف، وبس تعرف رح تزعل ورح تبكي ومعها حق. ما عم ترد علي ابنه. أنا زعلتها وحرقت لها قلبها. ما راح سامح حالي ابدا، حتى جيهان بعمره ما راح تسامحني. انت هلا ما راح تسمع كلمتي لاني ماني متعلمه وفهمانه. بالعكس، انت بتفهمي علي اكثر من كل الدنيا. انت قولي وانا راح نفذ من جوات قلبك. بالأول سامح حالك وشوف جيهان كيف رح تسامحك. جود، الكره شي مو حلو، والكره بيقتل الحب يلي جواتنا، بس المسامحة بتخلي الناس يحبوا بعضهم وبتريحهم. أنا أبو لنور من زمان سامحته ولهيك ارتحت، وانت سامح حالك بقى. ها؟ وانت وجيهان رح ترجعوا وما بقى تزعل منك. ليش من هون هيك طولت الطريق؟ في ناس ورانا وعم حاول ضيعهم. شو؟ من أول ما طلعنا من البيت وهن ملاحقينا. ممدوح، لو سمحت ضيعهم الليلة، ما لازم حدا يشهد عليها غيرنا لو سمحت. أمرك فوتون خانو. حضرتك منيحة؟ ايه. انت خليكي بالسيارة، رح روح شوفهم واجي. يا الله دخيلك ساعدني. يا
احكي لي شو قالوا؟ فتون خانم، ما بعرف شو بدي اقول لك، بس القبر فاضي. خلص المسلسل، بكره بحضره. جود، انا دائما بشوف بالتلفزيون قصص وحكايا مثلنا، ويمكن نحن مثل الابطال يلي بالتلفزيون. كيف يعني أمينة؟ انا قصدي كل واحد فينا في عنده دور مثل المسلسل، الفرق انه الدور مكتوب على الجبين. هذا اللي اسمه القدر. القدر ما قال انه يزتونا بالطريق، ولا قدرك تعملي الحادث. غلطانة يا اختي. هيك صدقني. لك انا فكرت بهالموضوع ورح اقول لك كيف. هلا مثلا اذا بتمرق سيارة مسرعة كتير، وبنفس الوقت بتطلع طابة الولد يلي عم يلعب بالجنينة على الطريق، شو بيصير؟ السيارة رح تضرب الولد. استنى شوي، خليني كمل. بس لو الشوفير انتبه للولد وبعد عنه وضرب الرصيف، شو بده يصير وقتها؟ وقتها السيارة رح تضرب هديك الست يلي حاملة ابنها وماشي على رصيف، رح تموت الأم وابنها حيموت. أمينة، ليش عم تحكي لي هالقصة هلأ؟ ليش عم تقلبي علي المواجع؟ اسمعي، لو أمي ما تركتنا بنص الطريق ما كنا وصلنا لهي الحالة. وانت شو بيعرفك؟ يمكن الولد يلي كان مع أمه عرسيف يكون حدا منا، وقتها كمان كنا رح نخسر ابنا، وحدا رح ياخد الولد ويضيع أخته. برأيي هيك هي الحياة، ما بيصير غير المكتوب. أنا ماني متضايقة بنوب، القدر هو القدر. بس أنت دائماً عم ترفضه ودائماً عم تحاول تغيره لقدرك. مظبوط، عم حاول غيره وللأسف ما عم بقدر. طبعا أخي ما فيك تغير شي، لأنك ما بتعرف شو بده يصير. أنت عم تلعب دورك على أنك جود وأنا أمينة. نحن ما بنعرف غيرنا شو هو قدرهم ولا شو هو دورهم. يمكن معك حق أختي، يمكن صار لازم استسلم. هيك أحسن، اقتنع بدورك. ها؟ ليك كنت رح تنسيني هدول. بابا حقي قال لي إنك عطيته هدول المصاري. هدول إلكن أختي، لحتى ما بقى تحتاجي حدا. لا، نحن هيك مو بحاجة حدا عن جد. وهلأ أنت إجيت، أنا هلأ لقيته لأخي، ونور شاف خاله، أنت موجود. نحن مالنا بحاجة للمصاري بنوب، خدهم. شو بدي أعمل فيهم؟ رح يجيك ولد عن قريب، خبي له ياهم، رح تحتاجهم. يلا. كنت مفكر انه قلبك كبير طلع عقلك اكبر. انا فخور فيك كثير اختي. ما بدك تشرب قهوة؟ يسلموا.
قلت منحكي شوي مع بعض، بس تحسين بيك ما له فاضيلنا بنوب. أنا بعرف ليش عابس بوشي وما عم تحاكيني، لأني قبلت خلي جيهان تروح مع عروة. لا مو هيك آسيا، أنا ماني زعلان لهذا السبب. إما دام هيك ليش دائما مهموم؟ ها؟ فتون خانم دائما بتسأل عنك، ما بعرف شو بدي جاوبها، شو عم بيصير معك؟ آسيا، إلنا سنتين ما أخذنا إجازة، شو رأيك نلحق الأولاد على الجبل؟ خير إن شاء الله. مين؟ نعم فتون خانم. تحسين؟ بدي أحكي معك بأمر ضروري، ممكن تجي لو سمحت؟ جاي فورا. نعم فتون خانم، انت عم تبكي؟ حدا صار له شيء؟ فتحت القبر تحسين. اي قبر؟ فتحت قبر ابني والقبر طلع فاضي. امي كانت عم تقول الحقيقة. فتون خانم، كيف اجتك الجرأة وفتحتي القبر؟ لو ما فتحته كنت رح جن، تعذبت كل هالسنين على الفاضي تحسين. كأنه في بدمك حكي؟ أنا؟ ما في شيء. أنت كمان كنت بتعرف؟ لا ليلتها أنت كمان كنت معنا، أنا كنت غايبة عن الوعي وأنت كنت مع أمي. حكيلي شو صار وقتها لو سمحت. أنا عملت اللي أم حضرتك طلبته مني. شو عملت؟ ليلتها أنت كنت غايبة عن الوعي، فبقيت جنبك لأطمن عليكي. وأم حضرتك أمي أخذت ابني مني وعطته للعالم وكذبت علي، ما رح سامحها بحياتي أبدا تحسين. كل الوجع اللي عشته بكم، وابني وين تربى وعند مين بكم تاني؟ شو رح تعملي هلا؟ رح دور على ابني، وانت اللي رح تساعدني. امرك. يرجى ترك رسالة صوتية بعد سماع الصافرة. جيهان، ام راسي عبس افتحي الموبايل، عم تهربي مني على الفاضي لأني مستحيل أتخلى عنك. بموت وما بعملها، ولآخر نفس بعمري رح ضل دور عليكي ورح لاقيكي. أنت إذا بتسمعيني أكيد رح تسامحيني. لك أنا ما كذبت عليكي، أنا كمان ما كنت بعرف إني حامل. ويمكن انتهت مهلة الرسالة. جود مرتاح بحياته كتير من دونك، حتى ممكن يكون هو وأسيل عم يشتروا تياب للبيبي اللي جاي، وعم يخططوا كيف رح يزبطوا له غرفته.
سامحه لأنه زعلك هيك، بس لا تقلقي، مستحيل يفكر يقرب منك بعد هلا، رح ضل جنبك ورح أحميكي منه. تركتني أنا وصغير باللفة على باب ميتة. معقول اتركك بإرادتي؟ كرمال الشهرة والمصاري تخليت عن ولادها وعن ضميرها وإنسانيتها. بالمختصر أنا أبنى الغير شرعي. صدقني هن سرقوك مني، صدقني. تفضل. ما بدي. طيب ما رح أجبرك، خدي هدول. شو بدي أعمل فيهم؟ ما فهمت. عقد الأجار بيخلص هذا الشهر، وأنا ما عاد فيني أدفع أجار هيك بيت. أعطيتك كل اللي معي، استأجري بيت صغير وبالباقي دبري أمورك. شو صار لك؟ ما في شي. أنا ما بدي منك مصاري جود. هدول المصاري مشان البيبي، خدي. جود، بكفيني تكون جنبي وما بقى تتركني. خلينا نرجع مثل زمان، رجع جود اللي حبيته. لا تحلمي أسيل، أنا بحب جيهان ورح كون جنبها. جود، شو بدك؟ جيهان حكت اليوم من موبايل عروة. شو قالت؟ معصبة ومكسورة وما بدها تسمع اسمك. هيدا بعرف ما رح تسامحني، ما رح ازعل. لا تسامحني ولا بقى تحكي معي، بس مستحيل اقدر اتحمل فكرة انه جيهان تصير تكرهني، لاني ماني حابب موت وهي كرهانتني. اذا عرفتي مكانها رح تخبريني. جود، لا تتضايق، كل شيء رح يكون منيح. ألو عروة، اسمعني كتير منيح، جيهان جنبك شي؟ انتظري شوي. لا، شفته لجود، واضح انه ما رح يتخلى عن جيهان، فخد جيهان وروحوا لمكان بعيد. لوين اخدها؟ شو بيعرفني؟ خدها وسافر لشي محل. هدول اتنين مثل النار والبارود، اذا وصلوا لبعض مستحيل يفترقوا. عروة عم تفهمني؟ ايه عم افهم، رح احاول نطلع. صباح الخير. صباح النور. شو ما بدك تفطر؟ أكيد بتكون فايق جوعان. يلا عود.
الأكل سخن هلأ بيبردوا النقاني. أنت منيحة؟ إيه عم أرجع للأول، وقت اللي ما كان جود بحياتي. هلأ عم تفكري مزبوط؟ رح حاول أنسى وأكيد رح أتعذب، بس شو ما عملت الحياة رح تستمر. ليش عم تفتحي موبايلك؟ بدي أحكي مع أهلي، صار لي يومين ما حكيتهم وأكيد أمي بتكون قلقانة علي، بدي أحكي معهم وطمنهم. أنا حكيت معه وهن بخير، إذا بدك حكيها من عندي. ليش؟ احتمال يتصل جود ويحكي معك وترجعي تتضايقي. معقول ضل مسكرة موبايلي لأنه احتمال يحكي جود؟ يتصل، إذا اتصل ما رح رد عليه بكل بساطة، وهالشي ممكن يصير، يصير هلأ أحسن ما يصير بعدين. مثل ما توقعت. عندي رسالة صوتية، يا ترى جود اللي بعتها؟ طبعا هو اللي بعتها. شو بيكون قايل؟ أكيد عم يطلب منك تسامحي ويخليك ترجعي تفكري فيه. رح أسمع. إذا بياخدوا محكوم على الإعدام بيسألوا عن أمنيته الأخيرة قبل ما ينفذوا الحكم، لهيك ما بكون غلطانة إذا سمعت هاي الرسالة. بحب خيالك الواسع. أمنيته الأخيرة؟ ليك مجهزة الفطور وما أحلاكي. بلا ما ننزع مرقنا، خلينا نفطر فطورنا ونتهنى فيه. اتركي الموبايل. يلي عم يحكي بالسي دي هو ابني، وأنا هلأ صرت متأكدة لازم تلاقيه لو سمحت. طيب خبريني، السي دي كيف وصلك؟ كان بصندوق البريد. آسيا جابت الظرف ولأنه مكتوب عليه اسم عروة حطته بغرفته. فيني ناديلك آسيا تسألها إذا بتحب؟ إيه يا ريت. آسيا؟ آسيا تعي تعي لو سمحتي. نعم. كنت بدي أسألك عن السي دي اللي وصل وكان عليه اسم عروة، لسه متذكرتي؟ ها؟ إيه. في شي لفت انتباهك بوقتها؟ شو بيعرفني يعني؟ إذا في شي بكون نسيته. آسيا لو سمحتي حاولي تتذكري، ضروري كتير. إيه أنا شفت حدا بوقتها. ها؟ جود كان موجود على الباب، ممكن هو يكون شافه. قلتي جود؟ إيه. طيب أنا رح حاكي لحتى يجي. كيفك جود؟ إذا مانك مشغول هلأ ممكن تجي لعندي شوي؟ بس تجي بتعرف. جود الموضوع كتير مهم. طيب رح يجي هلأ بفهم منه. ايه طيب ممتاز، عن إذنك. تفضل. لديك رسالة صوتية واحدة. خلصنا جيهان، كبري عقلك. شو هاد؟ يا آسيا فتون ليش بعدت وراه لجود؟ وأنا شو بيعرفني تحسين؟ الرجال يلي عندك كأنه شرطي وبلشوا يستجوبوني. ايه وانتي شو جاوبتي؟ شو بدك يعني جاوبون؟ عم يحققوا بخصوص السي دي. هداك السي دي اللي لقيته بالبريد، الظرف كان مكتوب عليه اسم عروة وأنا أخذته وحطيته بغرفته، وقلت لهم إني ما شفت اللي تركه، بس لما فتحت الباب شفت جود واقف هنيك، ولهيك بعتوا وراه ليسألوا. من الأول قلت لكم إني ماني مرتاح لتصرفات جود يا آسيا. أهلا وسهلا جود، تفضل.
شكرا لأنك أجيت جود. تا عود نحكي شوي. عم بسمعك، شو هالموضوع المهم؟ بدي أسألك سؤال مهم وجوابك بتتوقف عليه أشياء كتير مهمة. أنت بتتذكر الظرف يلي وصل لعروة وطلع جواته سي دي؟ السي دي يلي كان السبب بالحادث اللي عمله عروة؟ ايه. بالوقت اللي وصل السي دي آسيا عم تقول إنها شافتك على الباب لما طلعت تاخده. فتون خانم، ما عم بفهم شو علاقتي. بعرف إنه مالك علاقة، بس أنت متذكر أي شي شفته بهداك اليوم؟ ماني متذكر. بترجاك إذا تذكرت أي شي تجي وتخبرني فورا. بوعدك إذا تذكرت أي شي رح خبر حضرتك. اطلع بدي أحكي معك. تسمح لحكينا مثل الحرامية؟ شو بدك؟ بدك تقلي وين جيهان؟ جيهان ما بدها تعرف وين مكانها. بالله؟ طيب أنا هلأ رح فوت لجوا وأحكي كل شيء لأمي. يا ريت، لأني مليت من الكذب وبعتقد فتون خانم صار لازم تعرف مين بيكون ابنها. كأنك مو مصدقني؟ شو بدي صدق؟ أنا بحبها لبنتك، بحبها بجنون. ما أنك ملاحظ أنا عن شو تخليت كرمالها؟ ما سألت حالك ليش ما حكيت الحقيقة؟ جيهان هي السبب. كرمال ما تنصدم لما تعرف أبوه على حقيقته. ولهالسبب أنا تخليت عن أمي. اللي عمك عن جيهان لروح وحكيها لآخر مرة، وقتها يمكن إذا قالت لي روح وطلع من حياتي رح دير ظهري وأرجع من مكان ما أجيت. أنا ما بدي زعلها مني، أنا بحبها لجيهان. واللي سمعته مني هلأ إذا مصدقه ولو شوي اللي عن مكان جيهان. سرقته لي حياتي مني. لا تسرقوا حبي لجيهان. أنا كذاب ما؟ رح أرجيكم مين الكذاب. وين هي؟ أمي الطاقية ما بعرف وينها. سميني ابنك بس يكبر. شفتها شفتها، وقف نور. لا تضايق خالتك فتون. لا ماني متضايقة منه أمينة، اتركيه عم يصور. فتون كران لي كذابة، تركتني أنا وصغير باللفة على باب ميتم كرمال الشهرة والمصاري. تخليت عن ولادها وعن ضميرها وإنسانيتها. بالمختصر أنا ابن الغير شرعي. فتون عبارة عن مطربة مشهورة. لقيتها. شو هي؟ هي طاقيتك ابني خط. عم تتفرج على اللي صورته؟ أنا كمان بدي أشوفه. ورجيني. ما بقدر أمي، بدي ورجي ولاد الحارة. لك طاقيتك.
شو بيصير إذا سمعتها؟ ما رح أحكي معه. لديك رسالة صوتية واحدة. قررتي تسمعي الرسالة؟ لا أبدا. شو رأيك نتمشى؟ نتمشى، بس فيك تستناني لغير تيابي؟ فتون كران لي الحقيقية، قلبها قاسي وأنانية وما بتفكر إلا بحالها. أنا ممكن كون ابنك بس أنتي ما رح تكوني أمي ولا بأي وقت. فتون كران لي فتون خانم ما بدها تشوف خلقتك، لهيك رجع من مكان ما جيت من دون ما تعمل مشاكل. بصفتي أبو لعروة مضطرة أنها تشوف وشي كتير. ليش عم تضحك؟ ولا شي. وين فايت؟ قلت لك رجع. وقف، ما رح تفوت. فتون خانم عم تعصب علي لأني عم بسمح لك تفوت من غير إذنها. لا تطلع هيك، لأنه هذا شغلي. قريباً رح تكون برات هذا الشغل، من هلأ بلش دور لحالك على شغل. اللي بيطلع بإيدك عمله يا سيد ممدوح. أنت مفكر حالك رح تقدر تمنعني شوف فتون؟ فيك تشرح لي شعور الرجال اللي بيكون قريب من الست اللي بيحبها وبنفس الوقت بعيد عنها؟ أنت بتعرف هالشعور منيح. بعد من امتى بتتنصتي على الحكي من ورا البواب؟ من لما صرت تتخانق مع الناس كرمال فتون خانم. ما فيك تفوت على هذا البيت من دون إذني. أنا حكيت هذا الشيء وإنت سمعته. إجيت لأخذك على مكان معي. بأي حق؟ طبيعي تكون متوقع أني رح أرفض. معناتها يا ريت تطلبي منهم يعملونا فنجان قهوة. ماني مستعجل، لحتى ترضي رح ضل مستني. ممدوح، أنا ما بدي روح. وأنا مصر. إيه؟ شو رأيك؟ جيهان! جيهان! جيهان!
الكل يطلع لبرا. ما مصدق انك جبتني لهون. باخر مره كنت فيها هون رفعت سلاحك بوجهي وكنت مستعد تقتلني. بعد هديك الليله اشتريت المطعم وما غيرت فيه ولا تفصيل صغيره، وكل مره اجي لهون كنت اكره حالي. الندم كان عم ياكلني، كانه كل الدنيا كانت عم تمشي، الزمن بهالمكان وقف عند هديك اللحظه. عملت منيح بهاي الطريقة. أنت جددت وجعي وكرهي يلي جواتي، مع إنهم ما ماتوا. إيه بس بهذا المكان حبنا كان موجود ولسه مثل ما كان بأول يوم. أبداً ما ضل من حبك ولا شي بالمرة، قلبي صار حجر. اسمحي لي أكسر هالحجر ويرجع قلبك دق كرمالي، والخاتم اللي كنت من سنين مخبيتيه تركيني لبسك يا بإصبعك لنكون عيلة. انت شو مفكرني قدامك؟ ما في عندي قلب؟ اذا مفكر كل هالسنين وكل هاد الوجع رح اقدر انساهم بسهولة، بتكون عم تحلم. عم تفهم؟ وقول لرجالك كمان لبقى يلحقوني، وإلا رح اتعامل معهم بالقانون. فتون، اسمعي صوت الكنار. تتذكري لما أمي اشترت لي واحد؟ بوقتها كنا متحططين على الفريز صبح ومسا بناكل منه، وصرنا نطعم الكنار منه. انت ما عم تسمعيني؟ عم اسمعك. شو عمول؟ موبايلك مفتوح؟ مفتوح. بدي اسمع الرسالة. ايه فهمت. شو رح تعمل؟ بدي زت الموبايل. عروة، كلها شقفة رسالة، يعني ما بعرف شو بده يقول. يمكن بده يقلي قديش هو بيحبها لأسيل، وهيك رح صير اكرهه بسرعة. الصبح قلتي انه الحياة بدها تستمر بهالطريقة، رح تستمر. اعطيني هذا الموبايل حتى ترتاحي وتريحيني معك. ما رح اعطيك اياه. جيهان، ليش ما عم تفهمي انه كذاب؟ وبهي الرسالة رح يكذب عليكي. هو كذاب وملعب. انت اللي حبك حقيقي عروة؟ كنت عشقان عايدة بتموت وبتعيش على حبها، وفجأة انضربت على راسك ونسيتها وصرت بتحبني إلي. هذا الصدق؟ جهان لوين؟ عروة اتركني. عروة لا تجرب تلحقني. ورجيت فيديو فتون خانم لرفقاتك؟ لا ما اجوا رفقاتي. طيب بس خلصت الطبخة بجي وبشوفه. بس امي انتي كنتي معي. امي شفتي يلي صورته؟ ويكون فتون بتكون طالعة حلوة كتير، بدي شوفه كمان مرة. شكلك بتحبيها كتير. مزبوط. بس في مرة اجيتي من عندها مقهورة وبسببها مرضتي مرضى قوية. ولو بعدين اجت واعتذرت وجابت لنا هدايا كتيرة. ايه طبعا مع مصاري كتير، لانه نور هي مو هيك. لما كنت غايب انا بكيت، ضلت جنبي كل الوقت، حضنتني طعمتني بايدها، ما تركتني لحالي ابدا. يعني برأيك منيحة؟ كتير منيحة والله. وبعدين لما بتشوفنا بتكون مبسوطة لأنه بتحبنا كتير.
مين قال لك انه نحن هون؟ وين جيهان؟ انقلع قبل ما اورجيك انتك وروح. انا ما راح اروح بدون ما اشوف جيهان واحكي معه وانت لا تتدخل. ليش لسه بدك تكذب عليها؟ لك انت شو دخلك اللي وين جيهان؟ راحت. لوين؟ راحت وخلاص. قول يا بيك. عروة بيك وشوفيره اللي اسمه جود واقفين عم يحكوا وكأنه بدهم يتخانقوا. على شو بدهم يتخانقوا؟ ما بعرف يا بيك، نحن بعاد عنهم. انتظروا، تتدخلوا إذا حسيتوا في خطر. أمرك. ما رح ضيع وقتي معك، افتح الباب يلا. ما عم تفهم شو عم قول؟ جيهان راحت؟ مو صحيح. طيب تعال. جيهان، جيهان وينك؟ صدقت. شو عم تعمل؟ رح استنى جيهان هون، رح تجي. أنا فايت وأنت استنى هون. بعرف إنه رح تجي ورح ترجع جيهان. عم تقول هيك لروح من هون؟ فتون كران لي كذابة، تركتني أنا وصغير باللفة على باب ميتم كرمال الشهرة والمصاري، خليت عن ولادها وعن ضميرها وإنسانيتها. بالمختصر أنا ابنها الغير شرعي. فتون عبارة عن مطربة مشهورة قدام العالم، الإنسانة المهمة يلي بيحبوها الكل وبيحترموها. نور تعال شوف مين إجا. هاي الأغراض إلكن، شوية هدايا يعني. هاي الهدية إلك لنشوف إذا رح تعجبك. هالأغراض ما قالوا اللزوم، خالي مو حارمنا من شي ابدا. نور شو هالحكي؟ حبيبي نور هدول حجه، انا اجيت لشوفكن. اليوم متضايقه شوي وما برتاح الا اذا شفتكن. شفت هي اجت لعنا لتشوفنا لانه بتحبنا. لديك رسالة صوتية واحدة. جيهان، ام راسي عم تفتحي الموبايل. عم تهربي مني على الفاضي لاني مستحيل اتخلى عنك، بموت وما بعملها. ولاخر نفس بعمري رح ضل دور عليكي ورح لاقيكي. انتي اذا بتسمعيني اكيد رح تسامحيني. لك انا ما كذبت عليكي، أنا كمان ما كنت بعرف إني حامل، ويمكن بدي روح وأنت خليك عم تستنى.
جيهان. وين رحتي جيهان؟ وهي إلك. جربيها لشوف عليكي، وإذا ما زبطت بنغيرها، شو رأيك؟ بتجنن، حلوة كتير، عن جد حلوة كتير. يسلموا إيديكي، بدي بوسك. أوه حبيبتي. يلا نور، يلا جيب هالكاميرا لنتفرج شو صورت هديك المرة. وأنا كمان ما تفرجت عليه، يلا جيبها. مستحيل، ليشوفوا رفقاتي بالأول. بيشوفوا بعدين رفقاتك نور. فتون خانم حابة تشوف الفيلم، يلا. طيب أنا رح أقوم جيبها. تركي الكاميرا لأنه بتنزعيها، مو أنت اللي كنتي تقولي لا تلمسها؟ وأنت لا تربيع كاميرا خالي. جيهان، هاتي الكاميرا أمي بلا ما تنزعيها هلا. طيب ما رح ألعب فيها، رح أعطيها لفتون خانم، هي بتعرف فيها. بالأول نشغلها. امسكي شوي حبيبتي. أنا هلا برجع. ألو فتون، بدي أترجاكي بطلب. اسمعي، الولد اللي اسمه جود بتقلعي من الشغل بسرعة. ليش لقله؟ لأنه بلا أخلاق. وأنت كمان بلا أخلاق. لك أنت مانك شايفة كل هالمشاكل اللي جابها لفوق راسكن؟ هذا الولد بالنسبة إليك وبالنسبة لعروة كمان خطير، وفوراً بتقلعيه. مين أنت لتدخل بحياتي وتقلي اللي لازم أعمله؟ جود رح يضل تحت حمايتي، وخليك بعيد عنه. يلا تعي خلينا نتفرج. هاتي لشوف. أيوة جاهزين لنتفرج؟ يلا. كيف لقيتني؟ عرفت من أبوك. روح من هون. جيهان اسمعيني، وصلتني رسالتك ومتأكدة أنك رح تعيد نفس الحكي. روح جود، انفصلنا وقصتنا خلصت. جيهان مو بهالسهولة. بلا خلاص روح، ما بقى بدي شوفك أبدا، بعد عني، روح من وشي. جيهان سكوت، ارجع من المكان اللي اجيت منه. انت ما فيك اخلاق، بس ما بتفرق معك ابدا. انت واسيل عندكن ولد، وانا اكون جنبك وتتملك كل شي. مزبوط، ما بدي شي بنوب. اجيت لاطلب منك
انك تسامحيني وبس. جيهان اطلعي بعيوني، انا جود يلي بتحبيه واللي بيحبك كمان، لا تطلعي كاني عدوك. جود انا بكرهك. لا تقولي هيك، عيونك ما بيعرفوا يكرهوا. انا بسبب كرهي لامي دمرت حياتي وما بدي اياكي تكوني مثلي. ليش كذبت علي وما قلت لي؟ ليش خبيت عني انه رح يصير عندك ولد؟ ما كنت بعرف، ومن فتره قصيره لعرفت. عم تلعبوا فيه جود، ما بدي اشوفك ابدا، روح من هون، خلصنا. آخر مرة طلع بوشي وقال لي حبنا كان حقيقي، ما هيك؟ جود وقف. جود لا تتركني. يا الله، هي فاضي كأنه ما فيها شيء. ما بصير، نور صور كل شيء، يعني ما فيها ولا فيديو ابدا. امي انا محيت كل شيء بالغلط. ويكون ترجع بتصورني. خالك بيصور فيها كتير، معناها كلهم انمحوا، ما هيك؟ انا بقول له امي ما رح يعصب، بعدين شو هالمشكلة؟ حبيبتي لو كان فيها شيء مهم ما كان ترك بين الايدين، مو هيك نور؟ خده. ما فيك ترجع جود، جيهان ما لازم تشوفك بهالحالة ابدا، مو من حقك تعذبها، ما لازم تعرف انك عم تموت. لازم تنسي جود، ما رح تبكي عليه. عم تفهمي جيهان؟ يوم مرقوا من دونك، عديت كل ثانية فيهم، كل ما بيمرق الوقت بشتاق لك أكثر.
يا أمراس يا بيس، ما فهمتي لهلا؟ إذا بتروحي لآخر الدنيا رح ضل جنبك. كيف فيني ساعدك؟ عم بيشغلوك كتير هون، رح احكي مع بابا فورا. اصحى ليك عروة، انا قبلت اشتغل بأوتيل ابوك، بس اذا رح تعمل هيك بمشي. خلاص اجا ابوك، انتو عدو وبعد شوي باخد طلباتكن. ماشي طيب. كيفك ابني؟ منيح. وانت؟ انا لهلا ما عارف كيف بدي احكي معك، يعني كلمه بابا صعبه اقولها. ما تضايق حالك، مع الوقت بتتعود، ويمكن يجي يوم بتقلي في بابا من دون ما تحس. يا ريت لو امك كمان بتعاملني بهي الطريقه. اعطيها وقت، لسه متضايقه. مزبوط، تعال نقعد. اوف، عطول بنسى انه تحسين وآسيا مو هون، اخذوا اجازه، غابوا اسبوع عن البيت، قامت لقيامه. معقول البنت طرشه وانا ما بعرف؟ البابا مندق وينك؟ جايه تفضل عم جيهان. تقبلي عزيمتي على العشاء المساء؟ بلا ما ازعجكم بشيتي. لا ما بننزعج، حابب اتعرف على البنت يلي بيهتم فيها ابني كتير. شكرا لك، بس خلاص ما بدي اعتراض، وعم استناك المساء. انا عندي شغل، بشوفكن على العشاء يا اولاد. ملاحظ انك انت حطيتني بموقف غبي؟ ليش؟ شو عملت؟ ما عندي خبر بنوب بالعزيمة. واضح هالشي. طيب انا بعترف، بس مو بايدي. حابب كون جنبك. عروة اترك ايدي. ليكني تركتها خلاص. عروة، اخر مرة بحذرك بانك تستخدم ابوك لتخجلني. عم تبالغي كتير. لا تخليني اجرحك بالحكي. عروة افهم علي بقى، نحن رفقات وبس، وما عم حس بشي تاني غيره. ايه مزبوط انت وقفت جنبي، بس هذا ما بيعني انه رجعت حبيبتك، فهمت؟ ممكن جيبيلي المينو لو سمحتي؟ تأمر يا بيك. وشو هالموضوع الضروري يلي ما بينحكى على التليفون؟ عن شوفيرك. قصدك تحسين يعني؟ لا مو تحسين، قصدي شوفيرك اللي اسمه جود. اه شو بوجود قلي؟ قديش إلكن بتعرفوه؟ من زمان، كان بألمانيا ولما اجى لهون قلنا انه بحاجة للشغل،
ونحن حاولنا نساعده هون وعنده عيلة عم يدير باله عليها كمان. طيب انتو بتعرفوا شو كانت شغلته؟ لا، ليش عم تسأل عنه كل هالقد؟ سألت عن الشاب شوي، كان مقبوض عليه بألمانيا بس قدر يطلع بعدين، تهمته كانت نصب واحتيال. بين انه هالشاب مرق بفترة صعبة هنيك، بهالعمر بيتعرضوا لهيك شيء، وبالأخص انه جود عاش ظروف ما بنحسد عليها، وبرأيي هالنتيجة كتير طبيعية. هو وقف جنبنا على طول، حتى انه انا بعرف اخته أمينة وابنها كمان. بفضل انه ما توثقي فيه ابدا، برأيي انه المشاكل اللي بلشت بهالبيت من بعد ما اشتغل عندكم ما انا بالصدفة. حابب اعرف كل شيء عنه. وكيف رح تعرف كل شيء عنه؟ هو ترك الشغل هون. اسمعيني، ديروا بالكم منه، انا ماني عم احكي عن طيش شباب بسيط في نصب واحتيال بالموضوع، انا عم حذرك. نعم فتون خانم. انت واحد بلا اخلاق، انا وثقت فيك وفتحت لك بيتي وانت بيطلع منك كل هالشي. لا تعيط علي، يا ريت تحكي معي باسلوب احسن من هيك. جود انا وثقت فيك. ليش شو عملت انا لحتى خنت ثقتك فتون خانم؟ اللي بدي اقوله ما بينحكى على التليفون، تعال هون فورا. مستحيل، ما بقدر، في عندي شغل. لك شو يعني ما بتقدر؟ وينك انت؟ قلت لك عندي شغل وكتير مهم، بعدين بحب ذكرك انا ما عم بشتغل عندكم هلا. اللي وين هاد الشغل المهم؟ لا اجي لعندك ونحكي، اعطيني العنوان. طيب جاي لعندك، ما في داعي انت تجي لهون تشرحي لي شو مشكلتك. ليش هيك قصيت شعراتك؟ شكلك تغير. امي، هذا بيشبه الراديو تبعنا كتير. حمل هدول نور. تعا قدي بتدفع بهاد؟ ما بيسوى ولا قرش. لهالدرجة؟ شو عم تعملوا؟ ليش عم بتبيعي الغراض؟ ها؟ أمينة هدول أخدين محل على الفاضي، بعدين ليكي رح نخلص من كل هالكراكيب. هدول مانون كراكيب، فهمتي؟ انتي شو دخلك؟ هذا بيتي وأنا كتير بحبه هيك. ايه طيب، بس أنا عايشة بهالبيت معكم، وما بدي عيش مع كل هدول الأغراض المشرشحة هون. أمينة مستحيل، ما رح خليكي تبيعي شي. انت ليش واقف هون؟ امشي يلا. ماشي اختي خلاص. نور روح حطب قوطي. ليكي أمينة حبيبتي، صدقيني أنتي فهمتيني غلط، أنا بدي بيع هدول الأغراض القديمة وأرجع أجيب بحقهم أغراض جديدة أحلى منهم بكتير. لك شو؟ شو عم تستفيدي من هداك الراديو العتيق أمينة؟ أنتي وحدة غبية، الراديو والصندوق إلي أنا، ما بتبيع الشي من أغراضي. خلص، هاي الراديو تبعك وكل شي كراكيب بالبيت خليها هون، ما عم بتحملك ولا عم بتحمل هالبيت المشرشح، فهمتي؟ لك حتى جوزك تركك ومشي، شو بده بوحدة مجنونة مثلك؟ شو هالحكيات؟ مو حلو أبدا. أنا مو مجنونة. Senden fazlayım, ne senden az. Ayrı macerada, ayrı biraz. Gözle biçim biçim, kalple anla içim. Ayrı gayrı. Sen yoksa ben hiçim.
لك كيف أهلي بزتوني هالزتة وبيجوزوني وحدة مجنونة؟ شلون بدي اتحملها هاي شلون؟ وقال شو؟ أنا واحد قليل خير وإنه ما حدا رح يقبل يعطيني بنته من أهل الضيعة. Çiçeğin kar altından güneşe giren masalında yaşamak yeniden tazelenir yeniden anlamlanır. Işığa uzanırken kar dere kış rüyasında ümidin mucizesine sevince uyanır. ولك انت اللي انضربت على قلبي وتزوجتها؟ بما انه رح تكوني مرتي بتشوفي كيف رح بهدلك يا مجنونة، فهمتي؟ انا بخاف، لا تعمل هيك. لا تسمعيني صوتك، خلاصي، ما بدي اسمع حسك، اسكتي لك، خلاصي، ولا كلمة ولا حرف. الله يخليك، لا تضربني، انا ما عملت شيء. انا ما بتحملك، ليش جوزوني اياكي؟ ما رح اقضي عمري مع وحده مجنونه. انا بورجيكي، انا بورجيكي قيمتك يا مجنونه. انا بورجيكي مجنونه. Işığa uzanırken kar deren kış rüyasında ümidin mucizesine sevince uyanır. Her çiçeğin kar altından güneşe giren masalında yaşamak yeniden tazelenir yeniden anlamlanır. Işığa uzanırken dere kış rüyasında ümidin mucizesine sevince uyanır. فتون خانم، اجا ضيف لعندك. تركينا لحالنا. مين هي؟ ماني شايفها من قبل. تعال شوف جود، طلع منيح وجاوبني، مين هاد الشاب؟ ما بعرفه، اصلا مغطى وشه، كيف بدي اعرف؟ بيكون شريكك، ما هيك؟ شو اللي عم تقولي؟ اي شريك؟ انا بعرف كل ماضيك. شو عرفتي؟ كنت نصاب كبير بألمانيا،
وانقبض عليك. أنا بفهمك جود، أنت عندك عيلة وبحاجة للمصاري. لو سمحت إذا بتعرف شيء قلي، وبعطيك قد ما بدك مصاري. شوفي أنا ماني مبتز وماني طمعان بمصاريكي، واللي قال لك هيك عني فهو غلطان. بعدك رح يضل بيناتنا. بس قلي مين هاد اللي بالفيديو؟ ما بعرفه. بعدين لو بعرف ما كنت بخبي عليكي طالما عرضتي علي المصاري. أنت متأكد ما بتعرفه؟ نوب. حليف، حليف قدامي. بحلف لك أنا ماني مبتز، واللي قال لك هيك عني غلطان بحقي. أنت منيحة؟ اللي عم يحكي هون بيكون ابني أنا، وأنت كنت الأمل الوحيد لأوصل له. إذا كنت بتعرف من هالشاب اللي بترجاك. ما بعرفه. لو كان عندك أمل إنه تلاقي أمك، بتعمل اللي بيطلع بإيدك؟ طبعاً. هاد اللي رح أعمله. أنا جرحتك، لا تأخذني ابني. ما رح أهدى لأتأكد إنه هالشب ابني أنا. أنا جهزت كل شيء وانتي نزعتي، لهيك رح تلبسي المحبس بهالطريقة. مرحبا جيهان. هذا اللي ناقصني. عايدة أنا ليش هربت واجيت لهون وسكرت موبايلي؟ انتو ما بتفكروا بهالشي أبدا؟ اللي بيسمعك بفكرك هربانة مني. الواحد بده ساعتين لحتى يوصل لهون. هاد بدل ما تقوليلي أهلا وسهلا. فكرتيني عم اتسلى، أنا عم اشتغل هون. ايه كيف أمورك؟ منيحة، عم نزل طلبات وبعدين بلمن وهيك. وشو كمان؟ باكل وأحياناً بنام، حياتي طبيعية. ايه منيح، فرحتلك. فرحتيلي على الأكل ولا على النوم؟ لا مو هيك، يعني فرحت إنك أنت منيحة. يا ريت لو ما بتلفي وبتدوري عايدة. كيف؟ بقصد جود إذا لسه عم فكر فيه ولا لا، بدك تعرفي مو؟ إيه، طالما فتحت الموضوع هاد جيت خصوصي لحتى تفتحي هالموضوع. شو هالحكي جيهان؟ أنا أقرب رفيقة لإلك ما هيك؟ بس انشغل بالي عليكي، لهيك جيت لهون. ما في داعي بنو، ما عم فكر بجود، كل واحد راح بطريقه. جود، ايه مبين انه نسيتي لجود. والله واقف هونيك. وين لمحته؟ كان واقف باول الدرج هونيك. واضح انك نسيانتي لجود. انا رح روح حط اغراضي بالاوضه وبعدين برجع بشوفك. جود بيك، ممدوح بيك بده يحكي معك فورا.
طولتي جيهان؟ كنت عم لم الكاسة. هاتي هدول لعند ممدوح بيك فوق على التراس. طيب رايحة؟ انت شو عم تعمل هون؟ انا ما بقى بدي اشوفك جود. من وقت ما درت ظهرك ومشيت نحن انتهينا. عم حاول استمر بحياتي مثل اي انسان طبيعي. لا بقى تطلع قدامي لانه ما بدي احكي معك. خلص روحي معناها جيهان، روحي اهتمي بزباينك. انا نسيتك وما عم فكر فيك بنوب، وعم قلك روح. لك انا نسيتك. مزبوط نسيته برقبتي وما انتبهت له. وأنا صدقتك جود. روح فورا. ما بقدر لأنه عندي مقابلة. يعني ما لقيت حجة تاني؟ ما أجيت كرمالك، أنا عندي مقابلة مهمة. ممدوح بهيك ما بيحب المشروب تبعه يتأخر. لا تواخذني. ما قلت لك عندي مقابلة؟ أهلا وسهلا فيك بأوتيلي. حضرتك بتهتم بكل زبون لحاله؟ أبدا، مو كل الزباين. شو المطلوب؟ ليك يا أبطاي رح أكون واضح معك. اليوم أنت ضيفي، كل وشراب وانبسط قد ما بدك، بس بكرة بتضب أغراضك وبتمشي وبتترك الأوتيل. السبب؟ ما بدي اياك تكون قريب من جيهان، بعدين هي كمان ما بدي اياك. بالمختصر ما حدا بده اياك هون. انت شو دخلك بجيهان؟ وعم تتدخل بحياتها بصفتك شو؟ بفهمك، كل شي بخصه لابني بدي اتدخل فيه. اها، وهذا ابنك مين بيكون؟ عروة. انا بكون ابوه لعروة. وأنا أب كتير منيح، وكرمال ابني مستعد إني أمحيك على وش الأرض. ما تنسى هالحكي. اترك البنت بحالها. معلم، وصلنا خبر. الرجال اللي عم تشوفه فتون خانوم عنده شركة أمنية بيشتغل بالخاص، يعني محقق. محقق؟ فتون شو بده يكون إلى شغل مع محقق؟ رح أفهم لك السيرة. ألو عمي حقي، أنا جود. نحن كتير مناح، بس بدي أسألك شغلة. أنت شو بتعرف عن أبي؟ ما بتعرف عنه شيء؟ لأنه ممدوح صاين طلع هو أبوه لعروة. قلت لحالي يا ترى ممكن يكون أبونا كمان. أنا اختلطت الأمور علي شوي، انسى. يلا بشوفك. نور حط لي شوي طحين. بكفي، خلص صاروا بكفوا. مرحبا فتون، اجيت. كيفك حياتي؟ اهلا وسهلا. اهلا فيكم. ايه كيفكن يا حلوين؟ امي رايح العب طابة بالحارة. وقف لشوف، بالاول بتاخذ هديتك وبعدين بتلعب. ما بدي لا هدية ولا غيره. نور شو هالحكي؟ عيب ابني. بس انا برايي انك تشوفها بالاول لانه رح تعجبك كتير. يلا نور. ايباد لإلك. قلت لحالي بيساعدك بدروسك، وكمان بتحب الالكترونيات والكاميرات وهيك. امسكوا يلا.
أنا رح روح عن إذنك أمي. لا تتأخر، ما عزبني شوي اليوم عن جد، لا تواخذينا. أنت على طول بتجيبي هدايا وأنا عم أخجل منك كتير. شو هالحكي حبيبتي؟ ترجعي بتعملي لي برك منتعادل. طبعا بعمل لك، انت ما بتحبي بعمل لك برك. والله انا جوعانه كتير امينه. هلا تحسين واسيا باجازه، وانا جبت لعندي بنت اجنبيه تساعدني، بس اكله ما بتاكل ابدا. انا بجي وبطبخ لك، انت ما بدك خبري. بتطبخي لي عن جد؟ بتعملي معروف، بس اطلعي اذا كل اكلك طيب مثل البرك وقتها انا رح اسمن. انت ما بدك قلي لي وانا بجي بكره. فيكي تجي لعندي بكره؟ ايه بجي. بس اسمعيني، بدنا نتفق من هلا. رح اعطيكي حق تعبك. لا مستحيل اقبل، بعدين جود كمان بيعصب. ليش لا يعصب حبيبتي؟ انت رح تشتغلي وتاخدي حقك، ما هيك؟ ليكي امينه، انا حابه اسالك سؤال. جود عنده شي رفيق شاب من عمره تقريبا؟ ما بعرف، ما بشوف حدا. ليش هالسؤال؟ لا لا هيك مجرد سؤال بس. بكرة أنت رح تجيبي نور معك، ما هيك؟ أكيد رح يجي معي. نعم سينان. أنت لساتك باسطنبول؟ إيه باسطنبول، يعني وين بدي يكون برأيك؟ حاسة حالي عصيانة بهالبلد. تعرف بيتي وين مكانه؟ بأفقر شارع بهاي المدينة، وبلشت اشتاق لحياتي لما كنت بألمانيا. إلك عندي خبر يمان. ايه اهدي بالأول، أختي أنت حامل. أخي اختصر بالحكي وخلصني وقول شو بدك. يمان توفى الله يرحمه. شو أختي؟ وين رحتي؟ بس ما يكون صار لك شي أسيل؟ بكرة الصبح بكون عندك وباخدك من هنيك ومنرجع سوا. اسمعيني منيح، إذا أنت حابة تضلي باسطنبول تعملي لي وكالة عامة وأنا بخلص إجراءات الورثة. ماني عم صدق ابنه. صدقي صدقي، لأنك صرتي ست غنية. من هون لبكرة لازم تقرري شو بدك تعملي، رح تيجي معي ولا رح تضلي؟ طيب طيب، أنت أول ما توصل حاكيني. شو قررت؟ ما قالت لي. صوتها كيف كان لما خبرتها أني متت؟ ما فهمت عليك، هي ليش لا تفرح بخبر موتك؟ ولا يهمك، بالحقيقة أختك هي سبب اللي عم أعمله. اللي عم يدوروا علي صاروا يلاقوني، والعنوان بيعرفوه بسهولة، تحت التراب، وإذا بدهم يلحقوني. مين عم يدور عليك؟ ممدوح البلاء الأعظم. من تحت رأس أختك تورط مع هذا الزلمة بقصة كبيرة وقدرت أهرب منه. وشو رح تعمل مع أسيل؟ ما بعرف. برأيك شو أعمل؟ اوف يا الله، رح موت من الشوب. لو سمحتي ممكن كاسة مي باردة؟ رح تموت بنار جهنم. لك جرسون خانم، لكي لك المفروض تلبي طلبات كل الزباين. انت امتى بدك تحل عني وتتركني؟ ليه؟ مانك حابة تشوفيني يا ام راسيا؟ هالكلمة ما بدي اسمعها. بدي اقولها وما قلك عندي يا الله ما اغلظك. هلا عندي استراحة وبس ارجع بتكون اختفيت، عم تفهم؟ ولا بزتك بهذا البحر؟ يعني ما بدها تعصيب هالقد، بس خلص بطلع. بعتقد انك خلصت، مع السلامة. فيني افهم شو بدك؟ بدك تشرح لي شو عم تخطط انت وفوتون خانم. ليش عم تسألني الي؟ فوتون خانم بتخبرك. انا بدي اسألك انت،
أخو مرائشي؟ قول. إذا فتون خانم بتدرب تصرفك هاد صدقني رح تتضايق كتير. آه ارتاح، هاي شغلتي أنا. مو بس هيك، ابنك اللي لقيته بعد كل هالسنين ممكن تخرب علاقتكم. يعني أنت هلأ عم تخاطر بعلاقتك فيه، يا أما بتتركني روح يا أما يا أما بحكي كل شي لفتون خانم. ألو؟ ألو؟ حضرتك معي؟ ألو عم تسمعني؟ ألو؟ عم تسمعني؟ ألو؟ فتون خانم لا تأخذيني، اتصلت فيكي بالغلط، آسف على إزعاجك. هلا استراحتي وبدي انزل لتحت شوي. طيب شو رايك نتغدى سوا؟ لا ما بدي شيء، يسلم. ايوه هذا شو عم يعمل هون؟ لك عروة استنى، هو ما اجى لهون كرمالي، انا ابوك طلبه مشان الشغل. بابا شو له علاقه لك فيه؟ لك عروة ما بعرف، انت اعتبره ما انا موجود لو سمحت. لك جيهان رح تموتيني، شيلي ايدك عنه بسرعه. ما بعرف بشو موسخه وشك هون. ما في شيء، انا نازله لتحت رح تخلص استراحتي ولازم. اسمعي مني، خليكي شوي. ما فيني ضل. عروه بترجاك لا تعلق مع جود ماشي؟ لو سمحت خلي عقلك كبير. طيب بس كرمالك رح اطلب منه هلا يمشي فورا. عروه لا تحكي معه ابدا. عروه ما حدا عزمك لتقعده؟ وأنا ماني ناطر عزيمتك. الأوتيل لأبي وبقدر بقعد وين ما بدي، معك حق. ايه هيك شي. انت ليش هيك؟ كيف يعني؟ قبل كنت متعلق بالأم الحنون وهلأ عم تتخبى وراء أبوك. ما بدك تصير رجال وتحل مشاكلك بإيدك. وأنا من شو خايف لأتخبى وراء أبي؟ لكن ليش بدك يعني يمشي فضي لك الجو لحتى تقدر تلعب بعقل جيهان؟ جيهان مسحتك من راسها، حطها بعقلك. خليك هون وتفرج وشوف بعيونك، هيك أحسن. راح ضل قاعد لا تقلق. حاسستك عم تراقبني جود. لا كنت عم بتمشى. انت شو عم تعملي هون لحالك؟ عم تفكري بجود؟ ليش بدي فكر فيه؟ ناطرة عروة ما رح يجي. شو عرفك انه ما رح يجي؟ نهد حيله من الضرب اللي ضربته اياه، تركتهم عم ينقلوه على المستشفى. شو عملت انت؟ لا تخافي عم بمزح معك، شفته طالع هو وابوه لهيك قلت لك ما رح يجي. طيب وليش عم بتقول انك ضربته؟ لخليكي تفرحي جيهان، مو هي هي نيتك؟ انت بدك ياني غار لهيك عم تطلعي مع عروة؟ هلا او بعدين رح اضربه وانت بتعرفي اني ما رح ارتاح لاعملها. شو اللي مخليك متاكد اني عم اطلع مع عروة لحتى خليك تغار؟ هالحكي مرفوض. طب اشرحي لي السبب. بدك تفهميني انك فجأة صرتي تحبي العروة؟ ايه انا برتاح لما بكون قاعدة مع عروة.
لأنه ما كذب علي بحياته وخلاني أثق فيه وحبه. بعدين شو دخلك؟ بعمل اللي بدي اياه وماني مضطرة اشرح لك. ما فيكي. فيني. ما فيكي. شو اللي مخليك واثق؟ هذا اللي رح يمنعك جيهان، لأنك لسه بتحبيني. المحبس اللي لبستك اياه موجود على رقبتك وقريب من قلبك. انت اكيد عم تتوهم. لا تهربي مني جيهان، واجه الحقيقة. نحن روحين ما فيهم يفترقوا، وإجا الوقت لحتى تعترفي بهالشي. أنا رح أعترف. تعرف ليش حاطة المحبس هون؟ حتى ما أنسى وضل متذكرة كل جرح بحياتي وكل عذاب كنت أنت سببه، لحتى ضل عم أتذكر كل ليلة نمت فيها وأنا بكيانة من حرقة قلبي، ورح ضلني حاططه برقبتي لحتى تنمحي آخر ذكرى لك براسي. رح أعمل أي شي لحتى أنساك جود. حكي هلأ، مفهوم؟ مستعدة تعملي أي شيء؟ أي شيء. ولحتى تنسيني ممكن تكوني مع عروة؟ بكون. لا تختبرني. دايماً بتحكي بالوقت الغلط، شو بدك؟ ألو جود؟ وينك؟ وانت شو دخلك ويني أنا؟ شو بدك؟ أنا بجهنم الحمرة، بتحبي تجي؟ اهدى ولا تعصب بسرعة. قولي شو بدك تحكي وخلصيني. جود، إلك عندي خبر. هو خبر بشع و حلو بنفس الوقت. هلأ بلاها هي ألغازك السخيفة، احكي شو بدك. حبيت خبرك يا ماني توفى. سمعتني؟ يامان توفى وهذا الخبر من شوي وصلني. سمعتك، الله يرحمه. طيب ايه شو قلك؟ فرحت لك كثير. ومين اللي خبرك؟ اخي اتصل وخبرني. بدي اقول لك شيء. كل ثروة يامان وامواله صرت انا بملكه. سمعتني؟ اي سامحك. ليك جو، منرجع لبعض ومنربي ابننا سوا ومنكون عيلة، أنا وأنت وابننا. ريحني جود وقلي إنك موافق. ليكي أسيل، اسمعي منيح شو بدي أقول. لا تحلمي بهالشي بنو، وأنا بعرف إنه أنت بتعبدي المصاري عبادي. لهيك أنت مانك بالأحلام اللي مخطط لها، فهمتي؟ مانك موجودة. جود ما بده يانا، عم تفهمي؟ ما بده ياني ولا بده ابنه، ما نطايقنا اتنيناتنا أمينة، عم تفهمي؟ وأنا لو شو ما عملت جود ما رح يسامحني ولا بأي وقت. لا تبكي. طيب اهدي روقي شوي، لازم أنا أعمل شي. شو أعمل؟ رح أعمل لك شاي وانتي بتشربي. ليش ما عم يتركني بحالي؟ يروح يستنى ابنه مع أسيل. أنا قلت له إنه علاقتنا انتهت وما عاد له شي بقلبي، رح يجنني. خلصتي؟ ما بعرف شو بدي أعمل معه عايدة. إذا بتوعديني إنك تسكتي بس شوي بلاقي لك حل. طيب بوعدك، واللي بتقولي عليه رح أعمله من دون نقاش. المهم إنه يروح ويتركني بحالي. جود لازم يتأكد إنك تخليتي عنه نهائيا. كيف يعني؟ يعني يحس إنه صار في حدا تاني بقلبك. جربت وما استفدت شي، ما كان يصدقني وضل عم يلحقني. طبعا ما رح يصدق، تمثيلك فاشل وبسرعة بينكشف. لأني ما بعرف مثله، شي طبيعي إنه يكشفه. طيب لا تمثلي، أنا عم أحكي عن شي واقعي أكتر.
عروة عن جد بحبك، جربي انك تعطيه فرصة. بخاف ما اقدر واجرحه. شو ما صار ما رح تكون حالته أسوأ من هلأ، ويمكن عروة بهالحالة بيعرف شو حقيقة مشاعره. بتجربوا وإذا ما اتفقتوا بتتركوا بعض. انتي هلأ بدك يعني ارتبط بعروة؟ وممكن أكتر، يعني ممكن تتطور هاي العلاقة وتلبسوا خواتم. جود وقتها بس رح يصدق ويتركك. أنا رجعت. عروة ابني امتى رجعت؟ ما قلت ابدا انك راجع ليكون في شي ضايقك. لا ما في شي ابدا. لك رح جهز لك شي تاكله. لا ماني جوعان، اجا معي ليحاكيكي. مين هاد اللي بده يحاكي؟ بكفي بقى، انتو كبار ومو حلوة بحقكن يلي عم تعملوه. أول مرة بشوف أمي وأبي مع بعضهم، ولازم تحكوا مع بعض. كل شي عم أطلبه إنكم تحكوا مع بعض وتصفوا قلوبكن. حاولوا تنسوا الماضي شوي كرمالي لو سمحتوا. رايح على الأوتيل. فهمني شو قصدك من هالحركة؟ عم تستغل عروة لحتى تشوفني؟ لازم تسمعيني شوي. أدي وقفي، عم احكي معك. هلأ راح تحكي لي لشو عم تخططي مع هداك المحقق. انت قلت المحقق؟ شو عرفك انت؟ لساتك عم تلحقني؟ انا ما قلت لك بعد رجالك عن حياتي؟ لك انت بأي حق بتطلب منهم يراقبوني بصفتك مين؟ وليش معصبة كل هالقد؟ معصبة لأنك قدامي. يعني ما رح تحكي ما هيك؟ رح أعرف القصة لحالي، وهيك بيكون فيها حماس ومتعبة إني أعرف شو مخبي عني. طلع فيني، اللي قدامك ما نهديك البنت العاقلة والهادية. شو رأيك خبر عروة شو مخبي؟ قل له إنه أبوك رفع سلاحه بوشي وما له شي جديد عليك. بتحب قل له إنك كنت رح تقتلني ورح تقتله معي؟ شو رأيك؟ بحكي له الماضي ولا بخبي؟ ولنشوف عروة بصف مين رح يوقف. وقتها رح تخسر ابنك نهائيا. يعني انت عم تهدديني؟ ايه. طيب وما فكرتي انه هالحكي رح يزعله وممكن تخسريه؟ بكفي انك تبعد عني وتتركني بحالي، وهلا روح من وشو، هاي الباب قدامك. جيهان متضايقة كتير وما عم تروق، واضح انك ضايقتها كتير. بفضلك رح تجن المسكينة. امتى اجيتي؟ كل البلد لحقتني. اجيت لانه انشغل بالي على جيهان ولقيتها فرصة لحتى غير جو. ما قلت لي ليش جيهان متضايقة كل هالقد؟ ما انا متضايقة قدي. بصراحة أنا ما عم أفهمك. عم تقلي إنك رح تموت، وقلت لي إنه لما رح تموت بتتمنى جيهان اللي تكون جنبك، وبلحظة درت لها ظهرك وتركتها ومشيت، وهلأ رجعت تترجاها. أنا ما عم أعرف لشو بدك توصل. لما بتحسي إنه حياتك قصيرة بتصيري تفكري كتير كيف بتكون النهاية.
كنت مفكر نهايتي لما يطلع علي الصبح. قلبي رح يقول لي انه هذا اخر يوم الك. البيس احلى طقم عندك، حط كلونيها. جيهان بتكون قاعدة عم تستناك. انا رح اركض لعندها لحط اخر بوسة على خدها، وبعدها رح اختفي. بس طلع ماله بهي البساطة. صرت غيب عن الوعي، بوقع وما بحس على حالي، مناخيري بتنزف دايما، حتى راسي كتير بيوجعني، كأنه وضعي عم بيسوء. وجيهان ما لازم تشوفني وأنا عم موت. يعني إنه ما بدي تتعذب وهي عم تشوفني عم موت ببطء. وهداك اليوم ببيت الجبل ما قدرت حكيها، درت ضهري ومشيت من دون ما أقرب عليها وامسك إيدها. بس جربت إني ضل بعيد، حاربت وحاولت، بس على الفاضي في شي جواتي عم بشدني بقوة وراها. صدقيني مو بإيدي. بتمنى قابل بحياتي حدا يحبني مثل هذا الحب، بس نهايتي ما أنا سعيدة. أنا هيك مثل ما هيك شايفة، راح موت وحيد. يلا اشلح بنطلونك والبس المايو نور. يلا انا ما بدي. نحن شو جابنا على هذا البيت؟ انا موعد رفقاتي بالحاره. قلت لك ابني فتون خانم لازمها مساعده وطلبت مني ساعدها. بدك تشتغلي خدامه امي؟ لا انا ما بشتغل هيك، انا رح ساعدها نور. امي انت مالك خدامه. ماني خدامه بس بساعدها. لك هي قديش بتساعدنا، هي بتجيب لنا هدايا وساعدتني لحتى لاقيك. أنا ما بيهمني كل هالحكي، وما بدي إياكي تجي لهون وتساعديها. هاي المرة ما لها منيحة أبدا، هي مو منيحة. لا تقول هيك، بزعل منك. هي بتحبك كتير، إذا بتسمعك بتزعل. لا تعاملها بطريقة بشعة ولا تزعل، اتفقنا حبيبي؟ هاتي بلبسه لحالي. شوفي أمينة لا تكون تخانقته، نور ملعنا. لا رح يلبس المايو تبعه. بتشكرك كتير لأنك اجيتي وما خجلتيني. لا تقولي هيك، أنا ما بنسى وقفتك معنا، وأنت ما بتحبي بيجي فورا. يا روحي أنتي. رح روح جهز لك الفطور أنا. خلي لبعدين، ماني جوعانة. أنا بالحقيقة مشغول بالي على جود. شو عمل؟ لسه قاعد من دون شغل؟ ما بعرف، ما قال شي، بس أخي قوي وما بينخاف عليه، وهو عطانا مصاري لحتى نقدر نشتري بيت. ايه وهو من وين معه كل هالمصاري؟ ما بعرف. أنا ما بفهم، إذا معه مصاري ليش ليشتغل شوفير؟ ما هو مجبور. ما بعرف أنا ليش، أنتي اسألي. معك. يلا ما جعتي أنتي؟ رح جهز لك فطور ما رح تنسي، رح أعمل لك بيض، رح أعمل لك بيض بياخد العقل، ها؟